أنا لا أصادق أحدا إلا إذا التقيت معه فكريا. هو رجل دامث الخلق، يتحدث قليلا ويتحدث بما يعرف ولا يخوض فيما لا يعرف. رجل سبق عصره، تصوره رجل ينشأ يتيم ومع ذلك يفكر في الثلاثينات أو يمكن قبلها أنه يدرس الطيران. من كان في الكويت ذاك الأيام يفكر يركب طيارة حتى أنه يفكر يقود طيارة؟ رجل قدوة من الجيل المؤسس الذي يجب أن يقتدى به وبمسيرته، تغلب عليه الجدية في القول وفي العمل. ولد في مدينة الكويت في أواخر عام 1912، تعلم مبادئ القراءة والكتابة في المطوع والكتاب. عام 1921 أرسله الأهل للبصرة للتعلم في مدارسها، حيث أكمل الدراسة الابتدائية وجزءا من الدراسة الثانوية التي أكملها في لبنان عام 1932. سافر إلى الهند ومنها إلى بريطانيا عام 1933، حيث التحق بإحدى معاهد الطيران هناك وحصل على شهادة طيار مدني خاصة، وكانت جميع تكاليف دراسته على نفقته الخاصة. وفي عام 1954 شغل منصب سكرتير في دائرة معارف الكويت، ثم نقل بنفس العام ليتولى إدارة الجريدة الرسمية التي تحولت عام 1955 إلى دائرة المطبوعات والنشر. وفي عام 1962 تحولت الدوائر إلى وزارات، فكان أول وكيل لوزارة الإرشاد والأنباء، وزارة الإعلام. وفي نهاية العام التحق بلجنة مساعدات الخليج، ثم أصبح الممثل الشخصي لحضرة صاحب السمو في لجنة الخليج التابعة للجامعة العربية، وسفيرا في وزارة الخارجية حتى عام 1969، حيث طلب الإحالة على التقاعد، ولكنه بقي يتعاون مع وزارة الخارجية حتى عام 1971. شارك في تأسيس مركز الوثائق التابع للديوان الأميري. صدر له كتاب معركة الجهراء، ما قبلها وما بعدها عام 1980، ثم كتاب رحلة مع قافلة الحياة، الجزء الأول من السيرة الذاتية لحياته. سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم. يسعدنا أن يكون لقاؤنا في هذه الحلقة من برنامج شخصيات كويتية. واحدة من الشخصيات الكويتية المتميزة العم الأستاذ بدر خالد البدر، لنطوف معه عبر صفحات حياته. نرحب بكم عم أبو خالد، أجمل ترحيب، ويسعد تلفزيون الكويت أن يلتقيك وأن نتحدث عن الجوانب المختلفة من حياتك منذ الصبا والشباب وحتى يعني فترة النضج والدراسة والحياة المهنية والعملية والعطاءات التي قمتم بها تجاه بلدكم الغالي دولة الكويت. أنا على كل حال أيضا أتقدم بالشكر الجزيل لك شخصيا وللتلفزيون دولة الكويت على هذه المناسبة وتسجيل ما يمكن أن يؤكد ويوثق أشياء كثيرة عن الكويت قد تكون مجهولة لكثير. بدايات الدراسة مبدئية في الكويت؟ نعم، في الكتاتيب. بديت عن المطوع. نعم، كان في مطوع ينفرجنا في براحة الدبوس. نعم، وكنت عنده. نعم، وأتذكر من زملائي اللي كانوا وياي. نعم، الله يرحمه، الله يرحمه جميعا، عبد الرحمن رويح. نعم، وروضان حمود الروضان، الحقيقة هم اللي ذكروني. أنا نسيت. نعم. كنا يعني هذا أحد الجماعة. بعدها صار في الله يسلمك، كان في بالماضي طبعا المدرسة المباركية اللي فتحت تقريبا عام 1911 1912،
وكان أحد المدرسين فيها الأستاذ عبد الملك صالح المبيض. فيقال أنه اختلف مع إدارة المدرسة. نعم. وفتح مدرسة خاصة فيه. نعم. في بيت العامر. نعم. كان ديوانية كبيرة، وهي فيما بعد موقعها بالضبط سوق المعجل كان. فلسبب الأسباب الأهل نقلوني من المطوع بدل ما يدوني المباركية ودوني عند عبد الملك. مدرسة خاصة. مدرسة تقريبا على نفس المستوى. نعم. وأذكر من مدرسينا كانوا الله يرحمهم جميعا محمد الشايجي، أبو يوسف الشايجي اللي كان جزمه هذا. نعم. هذا كان، وكان حجي بن جاسم الحجي. نعم. وبعد ويا عبد الملك، وكان واحد اسمه يوسف ما أتذكر اسم عائلته. نعم. وعبد الملك صار. نفسه. نعم. ففيها تعلمت الكتابة الحقيقة بالمطوع قراءة القرآن. نعم. بس في مدرسة عبد الملك تعلمت الكتابة، شرينا البشتخت هذه العادة، وفيها المحبرة وهذه، وهدومنا دائما ملطخة بالحبر على أساس إحنا نكتب يعني. كانت الأشياء هذه. نعم. شو اسمه انه وعاد بعدها الوالد عنده محل تجاري في البصره يتردد بالمصر، فشاف المناسب ان يدخلني في مدارس البصره، كانت توها فاتحه. واثناء التحولات السياسيه في المنطقه عام 1921 عندما رشح فيصل الاول ملكا على العراق وأخوه عبد الله أميراً على الأردن، استجلب فيصل الأول والذي كان ملكاً على سوريا ساطع الحصري ذي النزعة القومية ليتولى إدارة المعارف في العراق. وكانت الدراسة آنذاك تمتد إلى الصف الثاني ثانوي فقط. دخلت في عام 1920، كان حطوني في أول صف يسمونه صف الصبيان، يعني منه الروضة يعني، بينما عمري 8 سنين. بس في ذيك الأيام يعني كان اللي في مستواي كلهم كانوا تقريبا ناس بعد كانوا أكبر من عندي يعني في السن. على كل حال أكملت الدراسة الابتدائية، والحقيقة كانت البرامج يعني مكثفة. بقيت إلى الصف الثاني ثانوي. طيب تخرجت من شو اسمه من شارب. الغريب ان شارب ابتدائية في ذاك الوقت كانت تعتبر مثل البكالوريا، فكانت الامتحانات تاتي من بغداد والشهادة تصدر من بغداد. بالواقع يعني لو اردت اتكلم عن اخي ابو خالد وهو صديق العمر، يعني بأقدر أتكلم بالنسبة إلى مناسبات كثيرة له. حتى كنا في ريف البصرة في الأربعينات، ننتقل الآن معه، عندنا كان بيت ريفي في جنوب البصرة، ننتقل الآن معه أحيانا مساء الأربعاء أو صباح الخميس لنقضي العطلة الأسبوعية الخميس والجمعة، ونرجع صباح السبت مبكر. وهذه أخذت طور 1948-1949. العم الأستاذ بدر خالد البدر أيضا يعتبر منذ يعني نعومة الأظفار وفترة الشباب كان يعني طموحا وكان مصمما أن يغامر وأن يرتحل وأن يذهب إلى أماكن نائية وبعيدة في سبيل الحصول على العلم. من التحولات المهمة في حياتك الدراسية عزمك على السفر إلى لبنان مبكرا، هذا الكلام في بداية الثلاثينيات، لتأخذ أيضا دورات صيفية في اللغة الإنجليزية في لبنان. حدثنا عن هذه التجربة وعن هذا التحول وأثر
هذه التجربة على حياتك الدراسية وتكوين شخصيتك؟ كان قسم من أصدقائي سافروا إلى بيروت للدراسة، ومن الكويت سبقوني للدراسة في بيروت الشيخ فهد السالم وصباح السالم ومحمد الأحمد الجابر، هذولا سافروا ب 1930 إلى الدراسة في لبنان، أنا سافرت 1931. نعم. فالتحقت بالمدرسة الصيفية في برمانة التابعة للجامعة الأمريكية، ودخلت بالصف الثالث. كان صعب الواقع، بعد دراسة الصيفية دخلت في المدرسة نفسها برمانة، دخلت في الصف الرابع ثانوي، ودخلت بصعوبة يعني، لأن المدرسة اللي هي درست في برمانة كانت درسنا بالصيفية يعني. نعم الصيفية. نعم. فكانت تعرف مستواي باللغة الإنجليزية. نعم. كانت تقول لي أنت ضعيف باللغة الإنجليزية، ما يمكن نقبلك بالصف الرابع، لازم تعيد صف دخلك بالصف الثالث. قلت له بس أنا ناجح. قالت لي بس مستواك أنا عارفة. تقول بعدين تعرف امرأة يعني مربية وقلبها حنو. كانت هي حوالي أظن في سنة 50 كانت تقريبا. فكرت قلت له بس أنا يعني أضيع سنة وكذا. هذه كانت تفكر، كان يقول لي I will accept you if you work like a slave. نعم. إذا تشتغل مثل العبد يعني أو دون العبد. قلت له I will work like a slave. نعم نعم. قبلتك فجلست هناك. نعم. فاستمريت في الدراسة. دخلت الصف الرابع ونجحت فيها، بس مو ذاك النجاح المطلوب يعني، درجة مقبول يعني. كانت يعني مثل ما تقول بذاك الوقت وانهيت يعني ثانوية بذلك. اي نعم. شهاده عندك شيء؟ العم الاستاذ بدر خالد البدر، ماذا تحدثنا عن ذكرياتك وعن تجربتك الدراسية في برمانة في لبنان؟ ولا شك كنت تنزل إلى بيروت، والبيروت كانت مدينة عامرة في ذلك الحين، ولابد أنك اختزنت من فترة الصبا وبداية الشباب الكثير من الذكريات والمرئيات عن برمانة المصيف وعن بيروت في الثلاثينيات. نسمع من العم بدر خالد البدر. والله أنا ما في شك يعني، أنا لما طبعا سافرت شو اسمه من الكويت إلى بغداد بالقطار طبعا بالدرجة الثالثة، ومن هناك بالسيارة، كان ديك الساعة طريق مو مبلط، كله تراب صحراء صحراء بالسيارات. طولنا أكثر يمكن من 18 ساعة أو أكثر. نعم. وصلت الشام الحقيقة يعني بهرت لما شفت الشام دمشق. نعم. دمشق هي كانت تسمى الشام يسمونها. نعم. فدمشق وبقيت فيها يومين هناك، وبعدها أخذت السيارة إلى بيروت، ومرينا على الأماكن الحلوة مثل زحلة أو عفوا زحلة كانت شتورة مرينا عليها. نعم. وبعض طبعا ذيك الساعة المصايف ما كانت بهالمستوى اللي الآن قائمة فيه، بس كانت مناظر طبيعية خلابة يعني. نعم. وهذه يعني المتنبي أشاد فيها يعني. نعم. أظن إذا ممكن أتذكر بيت قال شو اسمه، كان هو المتنبي جات له دعوة من الأوزاعي مشهور في إمام إيه الدين. نعم. وكان بالشتاء. نعم. فكتب له يعتذر له أو شو اسمه يقول له وعقاب لبنان، عقاب يعني جبال صعبة، وكيف بقطعها وهو الشتاء وصيفهن شتاء. عجيب. إذا كان صيفهم شتاء شلون تبين أي كان بالشتاء؟ يعني من الأشياء هذه. ومما تميزت بها شخصية بدر خالد البدر روح المغامرة والاكتشاف، ففي لبنان أدرك مدى تأثير الاستعمار الفرنسي على أشكال المجتمع وأنماط الحياة،
وبدأ يكتسب الخبرة لما يراه ويعايشه في بداية الثلاثينيات في ذلك الوقت. أنا يعني شفت الترامواي لأول مرة أشوفه الترامواي. حتى أنا كنت أصور كنت أطلع وجه أركب فيه أشر له ما يوقف يوقف بالمحطة. بعدين عرفت أنه محطات ومحطة ثانية وهو باص ماشي. لا إيه ويروي تجربة إنسانية ثقافية فنية في بيروت عام 1931 حينما شاهد حفل غنائي للآنسة أم كلثوم. سمعت أن أم كلثوم وصل بيروت راح تحيي، فتمت أسأل الحفلات وين ومتى راح تكون. عقب ما تأكدت والله ذكرت نزلت بيروت. نزلت بيروت وكان في منطقة شسمة وين أوتيل نورماندي يسمونا شسمة الزيتونة. الزيتونة منطقة هذه كانت هي المنطقة اللي فيها الملاهي وكذا شو هذا. كان في ملهى هناك كبير. لكن الغريب أن الآلاتية اللي وياي عندهم على أصابع. واحد عزف العود أظن كان القصبشي ما أدري والله ما أتذكر. يمكن ثلاثة أساسيين. أربعة. العود والكمان. الكمان وهذه. وكان معاه أخوها خالد. نعم. قاعد وياهم. نعم. ولابس اللباس الجسمه وال. بابيون الأسود وكذا وشيء وهذا. نعم. إيه وبدت لا ميكروفون لا شيء لا هذا. نعم. عاد أنا حرصت قلت ما دام أنا بعد رأي مخسر خلني أقعد أخذت الصف الأول. كم ليرة ذهب كان ديك سنة تذكرة. نعم. أخذ من وراي أسمع يطلبون منها خاصمتني عندها أغنية اسمها خاصمتني ذاك الوقت. يعني هذه من الذكريات هذه. رجل عاش حياة غير مسبوقة وطرق أبوابا غير مسبوقة أيضا. الرجل صاحب تجربة ذاتية فريدة من نوعها، آثر أن ينفق على تعليم نفسه بدلا من أن يعمل كأقرانه في التجارة وما كان أسهلها عليه. استشرف الرجل معالم القرن العشرين وأدرك أهمية الانفتاح على العالم بالتعليم والاطلاع والمتابعة. ومن يقرأ الجزء الأول من سيرته الذاتية رحلة مع قافلة الحياة يدرك الكثير مما أقوله ومما لا أود أن أكرره. الاطلاع الثقافي الواسع المبكر كون الكثير من معالم شخصيته، فقد أجاد اللغة الإنجليزية في سن مبكرة وكذلك أجاد لغته الأم اللغة العربية. ويجب التركيز على أن إجادة اللغة العربية شيء مهم مما مكنه من الاطلاع الواسع في التاريخ والأدب في اللغتين. وفي سن متقدمة تعلم اللغة الفرنسية وأجادها وأخذ يقرأ بها ويستمع إلى البرامج التلفزيونية ويقرأ الجرائد وما شابه. وبعد الحصول على شهادة الثانوية باللغة الإنجليزية من برمانة في لبنان، يستعد الأستاذ بدر خالد البدر لاقتحام مرحلة جديدة من التحدي والطموحات والأحلام. يقرر هذه المرة التوجه إلى الهند وإلى مدينة بومبي بالتحديد. والهند كانت منطقة جذب هامة للكويتيين في ذلك الزمان لأغراض التجارة وجلب البضائع والاتجار باللؤلؤ على امتداد منطقة الخليج العربي.
ويروي الأستاذ بدر خالد البدر انطباعاته عن تواجد الكويتيين. والكويتيين لما يسافروا يأخذوا معهم طبخهم عدة، بالأخص إذا كانوا جماعة، نعم، يطبخون ويتعاونون، هذا يقصل بصل وهذا يسوي لاذة وهذا يغسل المواعين وهذا كذا. فأتذكر كان معي في ذيك السفرة محمد أحمد السعد أبو سعد، وبعدين محمد المرجوق وعثمان بن سري وراشد بن علي، ما تعرف يمكن بس يعرفونه، عند دكان هم مسببين أغراض مغراض يعني. فكنت أنا وياهم أساعدهم أقص بصل وكذا وهذا، أغسل المواعين. الآن وصلنا شو اسمه بومبي، سبع وصلنا كراشي أول، كراشي عقب كراشي وصلنا بومبي، وهناك الجماعة اسمه. فعاد منا بقيت فترة، بعدين شفت بالمناسب أن أدخل شو اسمه إحدى المدارس، فدخلت في مدرسة إنجليزية اسمها سانت ميري. كيف رأيت الاستعمار أو الحكم البريطاني في الهند في تلك المرحلة، وكيف كانت الأوضاع التجارية والاقتصادية؟ بريطانيا استعمرت الهند من القرن أوائل القرن الثامن عشر، 400 عام لا بالضبط، هي كانت أورا تجارة يعني. بعدين حوالي 150 سنة أول مرة كشركة تجارية، وبعدين الشركة تحولت إلى حكومة وكذا اسمها، فاسمها إيست إنديا كومباني، كانت اسمها شركة الهند الشرقية. وهذه أيضا لها قصة، كان لها مكاتب في الخليج وكان لها مكتب في البصرة، مثلا يقول شو اسمه كلام جر كلام. فهالمكتب اللي في البصرة اختلف مع السلطة العثمانية على الرسوم وانتقل للكويت سنة 1793، وبقى في الكويت إلى سنتين، إلى سنة 1995، وبعدين تفاهم مع الأطراف ورجع الجسم. فهذا يعني يدلك على أن الكويت كان لها كيان مستقل ومستقل، وأيضا لها نظام مثلا جمركي وتجاري وجسم هذا اللي تصور، اللي خلى الإنجليز ينقلوا بضائعهم ومكاتبهم من البصرة إلى الكويت، وهذه موجودة في السجلات البريطانية مكتوبة موثقة. وكان مديرها اسمه مانستي، مستر مانستي هو اللي قدم تقارير إلى لندن وقال لهم ترى أنا ماني مرتاح أوضاع البصرة وأحب أنتقل إلى الكويت، اسمحوا له. 1793 فهذه الشركة، قلت لك الشركة هذه تحولت إلى حكومة بالهند وحكمت الهند 150 سنة، بقى الحكم البريطاني إلى 1947، وبعدين صار التقسيم جسمها. بس الواقع يعني هو استعمار، واحد لازم يتكلم من يقول الحق، يعني مثل ما يقولون كان ما في شك الاستعمار ما جاء للبلاد يحتلها حبا في أهلها أو حب مصالح تحقيق معارف سياسية واقتصادية، نعم، لوجستية واستراتيجية، لكن مثل الوقت كان أسلوبهم حضاري، يعني صار عمران سكك الحديد في الهند تشبه سكك حديد إنجلترا، يعني الاتصالات في مستواها، الاتصالات، الصحف، جريدة تايمز تطلع كأنها تايمز أوف لندن، في صفحاتها، في الحرية اللي كانت فيها متاحة. وكان في بومباي حيين، يعني حي الأوروبي لما تروح له اللي فيه تاج محل الآن، هذا يعني ما تحس إنك أنت في بلد شرقي، من المطاعم والمحلات وهذا. حتى إنه دورات المياه جزاكم الله مكتوب عليه European only،
الأوروبيين فقط. برزت بيوتات كويتية وخليجية معروفة من التجار ورجال الأعمال والمال في الهند في تلك المرحلة، هل يعني يمكن أن تستذكر وتحدثنا عن تلك البيوتات التي كانت تتعامل بتجارة اللؤلؤ العامرة في ذلك الوقت وفي تجارة البضائع المختلفة؟ في سلمك الله عندك من الكويتية كان الإبراهيم، هذا الإبراهيم كان شو اسمه هذا تجار لؤلؤ، وبعدين سدراوي كان هناك، في الفوزان، في الشايع، في المرجوق، في الصقر، يعني حسين بن عيسى وإخوانه كان عندهم مكان، ومن الخليجيين كان في المشاري يسمونهم من هاللنجة، هذول هم كان لهم شأن، ومن نجد القاضي والبسام والفضل، قد يكون الناس على بالي يعني يسامحوني انه يمكن شو اسمه نسيت بعض منهم. العم بدر خالد البدر الشاب الطموح، نقدر نقول المغامر، ها المصمم، مثل ما قلنا من الكويت الى البصره الى الشام الى برمانه في بيروت، ثم برمانه لبنان، ثم الى الهند، ثم ايضا طرأ تصميم وتحول جديد واخر في حياتك، انك قررت هذه المره ان تذهب الى مدى بعيد، وانك تفكر ان تقطع حقيقه ايضا البحار وتصل الى بريطانيا العظمى وتصل الى لندن. صممت انك انت تروح لندن لتتلقى ايضا دراسه جديده وقد تكون تبدو غريبه على الكويت والكويتيين في ذلك الوقت، انك انت ايضا تدرس الطيران المدني. كيف قررت ذلك؟ هذا تقدر تقول يعني مثل ما انا اقول دائما يعني طفره للمجهول، يعني او يعني نزغه من نزغ الشباب، يعني ما كانت مدروسه يعني، انما مثل ما تقول يتعدله بعدين يعني مثل ما يقولون جزم هذا. الله يسلمك، انا كنت اسمه اتردد على هذا الحي الاوروبي في بومبي، كان في مكتبات رائعه يعني في بومبي، نعم في بومبي هذه، فكنت اشوفه، والا وانا في احدى المكتبات اشوف مجلات عن الطيران شريته، ولا فيها اخبار الحرب العالميه الاولى وكذا، ما اعرف والطيارين ومغامراتهم وكذا وشيء، وهذا يعني مثل استهوتني تذكر هذا منها، كان طيار الماني اسمه شو اسمه يسمونه البارون الاحمر، لانه كان يلبس لباس احمر ويسبق طيارته بالاحمر، كان حلو يعني البارون ريختهوفن. هذا اسقط 82 طائره، تصور بالحرب العالميه الاولى. فكان يعني شوف الانجليز صار ليجند يعني. مع انه خصم الانجليز واذاهم يعني الحلفاء، لكن ما انكروا وجوده ولا وبطولته، يكتبون قصص بطولته قصصه وهذه يذكروها كما هي، يعني ويشيدون بشو اسمه بشجاعته يعني وكذا اسمه هذه. فهذه اشياء استهوتني يعني، واقراها قمت اراسل بعض شو اسمه منها، راسلت شركه مصر للطيران، لان الصحف على فكره الصحف المصريه كانت تاتي الى بومبي، كان في مكتبه عربيه، وتاتي المكاتب العربيه هناك المحلات العربيه مشتركين فيها، المقطم والاهرام والسياسه، وكانت الحقيقه يعني ولو ننتقل للموضوع هذا فيه حريه، شوف حريه ونقد الحكومه هذا الحين في الثلاثينيات. نعم يعني كانت راقيه الى درجه يعني شو اسمها، والكويتيين كانوا مولعين فيها، لان الصحافه العربيه الوحيده
اللي دسمه يعني مثل ما يقولون في معلوماته في العالم. حتى انه المكاتب اللي في بمبي بعد ما يروح يبعثوها للكويت هنا، فكان في شباب الكويتيين يتخاطفونها. نعم نعم. حتى انه الاحزاب اللي في مصر السعدي والدستوري ووفد وهذا، كل قسم من الشباب هاي يتحمس الى هذا وهاي يتحمس الى هذا. حتى اذكر شو اسمه بعض اخوان المصريين بالخمسينات لما جاوا شافوا بعض الشباب اللي كانوا يكلمونهم على ايام الوفد مال قبل. المعروف العم بدر خالد البدر انه ايضا للاوضاع الاقتصاديه السائده في ذلك الوقت لم يكن مقدرا الا يعني بشكل ضئيل للمقتدرين من الاسر الكويتيه ان ينفقوا على ابنائهم وان يبعثوا ابنائهم الى الخارج للدراسه. انت تحملت هذه المسؤوليه بمفردك واتخذت هذا القرار، ولا شك ان هذا الارتحال والسفرات اللي تمت لتلقي العلم في المدارات التي ذكرناها ثم وصولك إلى بريطانيا وتصديك لدراسة الطيران تطلب ذلك كله مبلغا من المال، مصدرا من المال. كيف كنت تتدبر هذا الأمر ولماذا قررت أن تستثمر المال في سبيل العلم وفي سبيل تطوير وإعداد شخصيتك المهنية للحياة؟ أنا الواقع اللي يعني من البدء يمكن ما قلت لك من الأول أنه أنا الوالد توفى رحمة الله عليه وأنا عمري 13 سنة. وكان الوصي علي حسب وصي الوالد أخي عبد الله. وتعرف أن ذاك الوقت يعني تقاليدنا وهذا كنت أنظر إلى أخي مثل ما كنت أنظر للوالد، يعني الطاعة والكذا والهذا وش اسمه. فلما بلغت سن الرشد يعني 18 سنة صار لي حرية التصرف بما خلف الوالد يعني، وهذا اللي أعطاني حرية الانتقال والسفر يعني بدون ضوابط، يعني تقدر تقول اللي كانت متعارف عليها في ذاك الوقت، أنتقل من بلد إلى بلد، أروح إلى كذا أروح إلى كذا، يعني تحمل مسؤولية نفسك وقرارك. إيه لأن وجود المادة نعم نعم سهل هذا الدعم. المادة تحل كل المشاكل مثل ما تعرف. فهذه شجعتني إلى اتخاذ قرارات يعني قد تكون فيها شيء من المغامرة، من المجازفة، من الطفرة إلى المجهول. بس يعني هذا شيء من طبيعة الشاب بالأخص إذا كان عنده طموح والمؤهلات يعني الامكانيات الامكانيات اللي هي الماده. فهذه خلتني اتوسع في الموضوع يعني. بعدين ايضا مكاتب الى بريطانيا شفت من المجلات اللي عندي اسماء شركة مدارس مدارس طيران والمعاهد، فقمت اراسلها وجاءه الجواب، فاختار الذهاب الى بريطانيا وعقد العزم واتخذ القرار. ماذا كانت ردة فعل أسرته يا ترى؟ وكان لما فاجأت الأهل والأصدقاء كانوا يضحكوا علي. أنت وين والسوالف والطلايب والطلايب اشتغل معانا بالتجارة اشتغل كذا. العم بدر خالد البدر الجناعي ليس من رجال البحر، ولكن في الحقيقة شخصية مرموقة كويتية، والحقيقة أنا أقدر أقول أنه رجل سبق عصره. أنا طبعا مو من جيل العم بدر الخالد، أنا من جيل أبنائه، ولكني كان لي الشرف الكبير أني في آخر سنوات السنوات الأخيرة هذه اللي بدأ فيه اهتمامي بتاريخ الكويت ككل أني تعرفت على العم أبو خالد. الحقيقة أبو خالد يعني مثل ما قلت أنا رجل سبق عصره، تصوروا رجل ينشأ يتيم ومع ذلك يفكر في الثلاثينات أو يمكن قبلها أنه يدرس الطيران. من كان في الكويت ذاك الأيام يفكر يركب طيارة حتى أنه يفكر يقود طيارة؟ وبما أنه رجل كان يتيم مثل ما قلت ووالده كان ترك له يعني مبلغ بسيط
الرجل هذا وهو طالب يأخذ المبلغ هذا ويذهب إلى إنجلترا ويتعلم ويصبح أول طيار كويتي، هاي يدل على عصامية الرجل الفريدة. بدر الخالد رجل مثقف، رجل اطلع على العالم، على عالم الهند والإنجليز فيها، وعلى عالم إنجلترا، وعلى عالم العراق، وكلها كانت دول راقية بالنسبة لنا إحنا الكويت. ومع ذلك رجع إلى التربة هذه، وما زال يعني فيها التربة هذه، ولم ينزع نفسه ويذهب إلى مكان آخر. تحدث له مضايقات، وفي إمكان أنه يذهب إلى مكان في قرية في إنجلترا ويعيش، ولكن آثر أنه يعيش في الأرض اللي مات فيها أبوه وجده. وتتسع دائرة التجربة وروح التحدي، ويتخذ الأستاذ بدر خالد البدر هذه المرة قرارا جريئا بالسفر بعيدا إلى أوروبا وتحديدا بريطانيا، وسلك الطريق البري إلى بيروت، ثم استقل الباخرة إلى مرسيليا الفرنسية عبر البحر الأبيض المتوسط، ونتعرف منه عن تجربة شيقة أخرى في رحلته مع قافلة الحياة. فوالله عاد أتذكر في يوم 8 سبتمبر يوني الجماعة من الأخوان أبو السوريين، قالوا سمعنا خبر من اللاسلكي من الباخرة، قال أن الملك فيصل الأول توفى. إيه فيصل الأول كان له سمعة يعني طيبة عند العرب وكذا، وهذا لما كان في سوريا لما كان شاهد رحمة الله عليه. هذه يعني من أشياء عقب يومين ثلاثة وصلنا مرسيل. من الصدفة أيضا كان معي، وهذه يعني صدفة طيبة كانت، طلاب اثنين من الشام من حلب يدرسون في باريس. فوين رايح؟ قال والله أنا رايح. قال يلا ويانا. والله هم اللي قطعوا طبعا شو اسمه، راحوا هذا طبعا أنا في الفلوس من عندي بطاقة هذا مال القطار، وسوى جلسنا في القطار وصلنا إلى شو اسمه باريس. باريس. وعندما يصل الأستاذ بدر خالد البدر إلى باريس مدينة النور، يكتشف عالما حالما ملونا وتجربة مثيرة تدعوه لمعرفة المزيد عن معالم تلك العاصمة وتلك الثقافة وما تحمله من إبهار وتلاوين. أهم شيء كان عندي برج إيفل، هذا كان عندي حلم هدف. طبعا اي نعم. اخير شفت المسافة بعيد، اخذ قلت لا يبا تاكسي، اخذ تاكسي والله رحت تقريبا اكثر يومي هناك قضيت يمه، اخو مطاعم هناك يمه وكذا اسمها هذه، وتجولت رحت الى غابة بولونيا. هم بعد في فكري كنت نقرا عنها شو اسمه بالروايات المصريه، وهذه غابة بولونيا وكذا هي تمام شفت ما ماكو شيء اشجار وهذه شو اسمها وفرساي اي وقصر فرساي هذا بعد شو اسمه هل مع شو اسمه واللوفر يعني المتحف باريس. بس الواقع يعني ما دهشت ما فوجئت في العمران في باريس، لاني كان عندي خلفيه خلفيه لبنان والهند والشام. وتحقيقا للذات والطموحات يسافر هذه المرة إلى ميناء دييب في شمال فرنسا، ويعبر بحر المانش إلى بريطانيا خلال 4 ساعات، ليحط به الترحال في ميناء ساوثهامبتون، حيث تقع المدرسة التي اختارها البدر لتعلم الطيران في ضواحيها، ويكتسب مرة أخرى تجارب جديدة وطريفة وثرية، ويكتشف أنماط الحياة الأوروبية الإنجليزية وظروفها الجديدة بالنسبة له. وهذه على قصة الفندق، هذه صارت لي حالتين يعني في شيء من طبعا بالنسبة لواحد مثلي يعني لأول مرة يجي لأوروبا وكذا وشيء هذا. كان معي غسيل أعطيته اللوندري جزمه هذا الغسيل
احنا الحين في عام كم؟ 34؟ لا لا 33 33 33 نعم. ف ثاني يوم جيت طلعت اتمشى وهذه ولا باكيت على الفراش حاطينه جسمه، شلت فتحته ولا في ملابس تلمع يعني من الشايه وكذا، اشوفها شنو هذه؟ يمكن غلطانين جايبين لي هذا الهدوم هذه. لما فتحه واحده ولا هدومي نفسها. نعم. هذاك الغسل كله بالنشل القمصان والهذا هذه واحده. الشيء الثاني كان عندي سؤال، ما جيت شو اسمه الاستعلامات قلت لهم اسالهم سؤال هذا، قالوا اسال البواب بورتر البواب، اشروا لي عند الباب. جيت عند الباب ولا واحد لابس سموكينج توبات الطويله هذه واقف كذا شكل صورته، واحد من اللوردات هذه يمكن ينتظر سيارته وهذه. رجعت على الجسمه ما شفت البواب انا. مستحيل تساله يعني. قال لي بلا موجود. امشي. ولا الفندي هذا هو البواب. المتدرب على الطيران العم بدر الخالد البدر في بريطانيا في بدايه الثلاثينيات، كم ساعة من ساعات الطيران تدربت وحلقت، وكيف تأهلت أن تصبح يعني جاهزا للاختبار اللي كان طبعا يؤهلك لأنك تاخذ اللايسن أو تاخذ رخصة قيادة الطيران المدني؟ كم ساعة قضيت في الجو مع المتدرب، وكيف كان الامتحان، وكيف نجحت؟ طبعا التدريب الطياره في ذاك الوقت كانت مكشوفه، المدرب يكون بالامام والتلميذ المدرب يصير في الخلف مكشوفه، لازم تلبس لباس خاص عن الهواء والبرد وكذا وهذه. اي فكل درس يطول 10 دقائق تقريبا مع الاستاذ عمليا. اي عمليا. فأنا خلال شهر بديت في تقريبا منتصف فبراير إلى منتصف مارس، بعدين قال الأستاذ أنت الآن مهيئ إلى أن تطير وحدك. كنت مقضي تدريب 12 ساعة و 45 دقيقة، كل ساعة 4 جنيهات. فقالوا لي اليوم الفلاني راح يجي مندوب من وزارة الطيران ويعمل لك الفحص إن شاء الله. فعلا انتظرته ولا جايب سيارته، المدرسة جهزت للطيارة نفس الطائرة اللي كنت أطير عليها، حتى لا تعرف طيارة عم تختلف شوية متساوية سيارة. نعم. تختلف. نعم. فأنا كنت يعني دائما الأستاذ أو المدرب يحرص أن يكون أطير على نفس الطيارة يعني. فنفس الطيارة موجودة، رحنا أنا وياه عند جهاز صندوق زجاجي في خط بياني، وضعه بالمقعد الأمامي اللي كان يقعد فيه الأستاذ أو المدرب، طبعا أنا بالخلفي ما أدري سوى هذا أخير، أربطه بالمقعد وأعطاني تعليمات شو أسوي بالجو، وحط لي نقطة ثابتة في وسط المطار كان لازم توقف عندها لا يقل عن 150 ياردة، هذه من شروط الجسم حتى ما تهبط ما اذا فتها ولا قصرت انت ساقط ساقط. يلا والله توكل على الله وضر. قمت بالتمارين المطلوبه وانا قلبي عند النقطه هذه اللي قال لي عنها. نزلت ولا حسن الحظ يمها وقوة الطياره كان يجيني عقبها
شال خطبه شال الصندوق طالعه اوكي كونجريشن. ويتحقق حلم السيد بدر خالد البدر عام 1934 في بريطانيا باجتيازه اختبار قيادة الطيران وحصوله على الرخصة الخاصة، ويستذكر لنا هنا بعض الذكريات عن تلك المرحلة وافتتاح فندق كامبرلاند في وسط مدينة لندن. هذا فتح في الوقت اللي أنا كنت في بريطانيا في شهر مي 1934، إعلانات بالصحف منشيت صحف اللندنية الإكسبرس ماكسبرس، غرفة مع إنجليش بريكفاست 10 شيلينج 6 بنس نص دينار 25 فلس هذا ذاك الوقت. أنا كنت أدفع بالمدرسة شهريا لأن ومستوى عالي كانت لأن كان كل ضباط بريطانيين يدربون هناك اسمها هذه، أتبع 12 باوند شهريا الأكل كامل مع غرفة مع خادم باتمان يسمونه. أنا قلت في حديثي إنه أنا لا أصادق أحدا إلا إذا التقيت معاه فكريا، فلقائي الحقيقة بالصديق بدر خالد البدر كان من قبيل الصدفة. أذكر أنه في زواج المرحوم جعفر الرائد صارت حفلة كبيرة جدا، وكنت أنا جالس يعني وصادف أن أنا قاعد قبالي بدر الخالد، ما أدري لهجته كانت لهجة أعجبتني في الحقيقة، فسألت قلت له بكل وضوح يعني أنا ودي أن أتعرف على الأخ، قال لي أنا فلان وأنا كنت طيار في البصرة وأنا كنت يعني إلى آخره. فمن ذلك اليوم وجدت في نفسي انجذاب لهذا الإنسان، ثم توطدت الصداقة وأصبحت أخ أخوي يعني أخوة أكثر منها صداقة في الحقيقة. هي أنه لما جيت إلى تعينت في دائرة المطبوعات والنشر اللي يعني أو وزارة الإعلام، على أي حال كان هو بدر هو رئيس الدائرة، وكان ما يعاملني معاملة الرئيس بالمرؤوس وإنما يعاملني الأخ لأخي. كنا نجلس ونتحدث في مختلف الشؤون، وكان يطلب مني في بعض الأوقات، حتى أذكر أنه طلب مني في يوم من الأيام تقرير عن الصحافة الكويتية، وكتبت تقرير وظل هذا التقرير مرجعا للصحافة يعني. إذن فأنا وما أزال حتى الآن أزور من حين إلى حين في البيت، وكان الرجل يتكرم ويأتي إلي. فالرجل يمكن لو أنت عرفت على أن هذا الرجل يعني كانت تجربته في الحياة تجربة عريضة، تجربة ثقافية، تجربة سياسية، تجربة اجتماعية، وهو من طبيعة الهدوء ولا يحب أن يتحدث إلا عما يعرف، عما لا يعرف لا يتحدث أبدا. فأنا ما زلت أكن له أعظم الأخوة وأعظم الصداقة، أرجو من الله أن يطيل عمره في خير وعافية. وهذا بعض قليل جدا أو هذا قليل جدا من بعض ما أقوله عن هذا الصديق العزيز بدر خالد البدر. في الجزء الثاني من برنامج شخصيات كويتية نتعرف على نقطة تحول هامة من حياة الأستاذ بدر خالد البدر، وهي بدايات ممارسته لعمله الرسمي في الدوائر الحكومية عام 1954، ويحدثنا عن المشاريع والإنجازات المشهودة في تاريخ الكويت الإعلامي الحديث مثل الجريدة الرسمية الكويت اليوم وجلب مطبعة الحكومة وإصدار مجلة العربي والمطبوعات والأنشطة وبروز المؤسسة الإعلامية الكويتية واهتماماته بالبحث في التاريخ ودور لجنة توثيق تاريخ دولة الكويت
ومن أهم ما يتطرق إليه الأستاذ بدر خالد البدر إثبات قيام ووجود دولة الكويت كيانا سياسيا وحدودا وحقيقة تاريخية مثبتة منذ أكثر من 300 سنة. سيداتي وسادتي، نشكركم جميعا، وإلى اللقاء في حلقات قادمة من هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.